إذن مشاهدينا الكرام، نتابع الآن على الهواء مباشرة عمليات التصويت التي تجرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت منذ ساعات قليلة في الساحل الشرقي والولايات الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية. تنضم إلينا مباشرة عبر زوم إيمان التوني، مراسلة التلفزيون المصري من فيرجينيا. إيمان، انقلي لنا الصورة حتى اللحظة في الولاية التي تتابعين فيها سير العملية الانتخابية. بعد تحية لك زميلتي، أحييكم من ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت لجان الاقتراع أبوابها في 6 من صباح اليوم بتوقيت واشنطن، وبالفعل يتم الاقتراع والتصويت اليوم على اختيار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في منافسة محتدمة جدا بين مرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس التي شغلت منصب نائبة الرئيس الأمريكية المنتهية ولايته جو بايدن، وبين مرشح الحزب الجمهوري الرئيس الأسبق دونالد ترامب. اليوم سيتم الحسم رغم أن استطاعات الرأي تشير إلى تقارب شديد جدا في التصويت للمرشحين، التقارب بسيط وبالتالي المنافسة محتدمة. واليوم سيتم الفصل، هل ستستقبل الولايات المتحدة لأول مرة سيدة كرئيسة للولايات المتحدة وهي كاملا هاريس، أم سيعود مرة أخرى الرئيس دونالد ترامب لمنصب رئيس الجمهورية؟ لكن هناك مخاوف ومخاطر، خاصة مع التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب بأنه لن يقبل الهزيمة، وبالتالي كما تابعنا في تقرير الأمس بالخاص بتنفيذ الإجراءات الأمنية في واشنطن وفي محيط البيت الأبيض والمحال التي أغلقت خوفا من أي أعمال شغب أو عنف تحدث نتيجة بعد إعلان النتيجة. اليوم كما تشاهدون من خلف الناخبون يتوافدون إلى لجان الاقتراع، هذه اللجنة هي واحدة من هذه اللجان في ولاية فيرجينيا، تصف الناخبين الذين يصوتون لاختيار رئيس البلاد، لكن من المعروف أنه هناك رقم ذهبي لابد أن يحصل عليه الفائز في هذه الانتخابات، وهو 270 صوت من أصل 538 صوت في المجمع الانتخابي. أيضا الأمريكيون يهتمون أكثر بمسألة الاقتصاد وبحياتهم اليومية المعيشية، هم يعولون كثيرا على هذه النقطة، وبالتالي هنا التفريق بين المرشح ترامب والمرشحة كاميلا هاريس بناء على من سيتعامل مع الأمريكيين في مسألة فرض الضرائب. فمثلا كاميلا هاريس تتبنى فكرة زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى للتمويل على الإنفاق الحكومي الخاص بالخدمات المقدمة والبرامج الاجتماعية للأمريكيين، بينما يتبنى ترامب فكرة تخفيض الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى من أجل جذب المزيد من الاستثمارات. نعم. أيضا مسألة الهجرة غير الشرعية التي تؤرق الأمريكيين، وخاصة وأنهم يرون أن المهاجرين غير الشرعيين يمثلون ضغطا على البنية التحتية ويشاركون المواطنين في الخدمات المقدمة لهم خاصة الاجتماعية. وبالتالي هنا الفرق أيضا يظهر بين دونالد ترامب وكاميلا هاريس. دونالد ترامب يعد بترحيل المهاجرين غير الشرعيين واستكمال بناء الجدار العازل على الحدود الأمريكية المكسيكية، بينما تتعامل كاميلا هاريس بطريقة أخرى وهي تعتبر المهاجرين غير الشرعيين أصبحوا بالفعل جزءا من المجتمع الأمريكي، وبالتالي تعمل على تقليل أوضاعهم مع العمل على وقف نعم. المزيد. إذن كل يعمل من جانبه في استمالة أصوات الناخبين في اللحظات الأخيرة، لكن كيف تتابع الدوائر السياسية المختلفة لديك هذه العملية؟ هل يتوقعون المفاجآت في ظل تقارب بين نسب في استطلاعات للرأي للتصويت لصالح هاريس أو ترامب؟ بالتأكيد هناك ترقب حذر في النتيجة، خاصة أن استطلاعات الرأي دائما يعني لا تعطي المؤشر الحقيقي، فهناك تجارب سابقة في الانتخابات من قبل كان في مرحلة ما كانت هناك استطلاعات رأي تشير مثلا إلى يعني ترجيح أو فوز هيلاري كلينتون في الانتخابات من قبل مع دونالد ترامب، لكن رغم أن استطلاعات الرأي كانت تشير إلى نجاح هيلاري كلينتون، لكن في الواقع هذا لم يحدث، وبالتالي فهي ليس دائما استطلاعات الرأي تشير إلى النتيجة الحقيقية في النهاية، خاصة مع النظام الأمريكي الخاص بطريقة الانتخاب في مسألة المجمع الانتخابي.
الذهبي الذي يمثل كل ولايه تمثل عدد محدد نعم. من النخبه التي ستفوت في النهايه، وبالتالي ليس مؤشرا بان عدد المفوتين بالفعل من الناحيه الشعبيه هم بالفعل سيرجحون كفه احد. نعم وضحت الصوره، وضحت الصورة. لكن من حدوث أي أعمال شغب بعد إعلان النتيجة، خاصة مع تصريح ترامب بأنه لن يقبل الهزيمة. نعم وضحت الصورة بالطبع. متابعتنا الإخبارية مستمرة على مدار الساعة لسير العملية الانتخابية الأمريكية. إيمان أتوني من ولاية فيرجينيا الأمريكية، شكرا جزيلا لك.